نزول الحجاب ونزل الحجاب في قصه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها والمقصود بالحجاب هنا لامهات المؤمنين انه لا يكلمهن رجل غريب الا من وراء ستر كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها من افضل النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا قالت عائشه رضي الله عنها لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا رواه مسلم والمقصود بطول اليد الصدقة فكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده عليه الصلاة والسلام ودفنت بالبقيع. غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة الخامسة للهجرة وقعت غزوة بني المصطلق وتسمى المريسيع وسببها أن الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق جمع جموعا لغزو المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة رجل من أصحابه. فاغار عليهم وقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم